كله في اللون يتم يسمى الشويات سلف الكحل. تحية كبيرة 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 إلى كل الشويات وين كانوا فهنا في الجزائر ولا في الخارج. تحية كبيرة إليهم، تحية كبيرة إلى يمينة الشوية اللي الناس يحسبوا بلي صحاب قسنطينة هذو راهم عرب وعنابة عرب ومن الناس هذو مساكنة. ما ألا غلب عليهم، أنا ما أنا على كل حال ما نلومهمش باسكو غلطوهم غلطوهم كيما راهم مغلطين واحد الناس راح نتكلم عليهم درك. اسمحوا لي شويه راح الحال، كنت نتبع في مقابله رياضيه في كره القدم. حبيت نتكلم هذه العشيه هذه الدرنيير فيديو باسكو راح الحال شويه. ديجا راهي الساعه راهي 10:25. درت قهوه لاش 10:25 درت قهوة وراح نهضر معكم على واحد سوجي تري امبورطون. اليوم القت قوات الأمنية القت القبض على واحد السيد اللي تطاول طاول على كيف اسمه على لي غارد كومينو، على هذو مساكن هذو كيف اسمهم حراس البلدي اللي راهم يطالبوا في حقوقهم. هما يطالبوا في حقوقهم وعلى هذاك خرجوا لبرا، خرجوا ظهروا على بالكم ظهروا وكي ظهروا لبرا على بالك بدون ما كانش يعني تسريح ما كان والو، القانون يطبق على الجميع. ها خطرات شفاو الشرطه حتى هما خرجوا ظهروا كما قال واحد كيف اسمه الناس ولا المسؤولين مدوا تعليمات للجيش الوطني الشعبي ولا كيف اسمه الدرك الوطني اللي بلوكاو لهم لي روت وبلاكوها منا حتى وين شي يكون يعني انسان يخرج بلا شي يخرج مانيفيستي بلا شي اوتوريزاسيون يسمى خارج قانون، وعلى هذا الناس يوليو ما يخليوهش يكمل ويسبقوا له. هي ماشي هادشي اللي صرات البارح مع يامس مع خيانا نتاع كيف اسمهم لي غارد كومينو اللي خرجوا يتظاهروا وصارت شويه مناوشات. وحنايا كنا درت انا فيديو وعلى كل حال وقلت باللي حنا رانا ندعموا خيانا هذو، ماهوش ندعموهم في باش يديروا فوضى، هذه ما واحد ما يدعم الفوضى، حنا ندعموهم باش يديو حقوقهم. اوكي يخرج واحد السيد واحد انسان فاهم واش يدير، يدير فيديو يروح لواحد الحانوت ويدير فيديو واش يقول فيها، يتهجم فيها على على سيادو هذو لي غارد كومينو سيادو اللي كانوا في مساكن في 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 كيما قالوا في الاوائل ضد الارهاب واللي مدوا الدم نتاعهم باش الجزائر تبقى واقفه. يجي السيد هذا وبلا ما يحشم ويثور يقول لهم باللي يتهمهم باللي هما كانوا لابسين لتوني دو كومبا ويقتلوا في الشعب، باش تشوفوا يعني كيفاش يعني الناس كيفاش ولاو وجوههم. يا ربي يساعدنا ما نعيش فاهم انا باش يغسلوهم، ما نحبش نقول حاجه اخرى غسلوهم هذاك دو بيبي باش ما نقولش بالعربيه باسكو شويه الترم يكون شويه مداير لو تيرم يكون شويه موش مليح، نقولها بالفرنسي خير. غسلوا وجوههم بالبيبي كما قال واحد. السيد هذا اليوم على كل حال الى تي ايدونتيفي وراه لقاو عليه القبض ويسلكها غاليه، يسلكها غاليه. دوكا لازمو يروح للعداله يروح للعداله، ومادام هو يتهم في هاد الناس هادو باللي هادو الحراس البلدي اللي لابسين الكومبا كيما يقول هو ويقتلوا في الشعب، لازم يثبت باللي راهم يقتلوا في الشعب. واش بد من طلحه واش بد ما نعرفوا شي يا اخي، هذا السيد هذا انا ما نقولوش يا اخي باسكو هذا هذا الانسان هذا راهو اكثر من المجرمين. دونك هذا السيد هذا يروح للعداله وكيكون قدام رئيس المحكمه راح ولا قدام البروكيرور وقدام الناس يقولوا له انت تكلمت هذا انت ولا خاطي انت يا اخي، انت تقول بلي الناس هذو قتلوا الناس وذبحوا ناس هكذا، وتقول بلي لابسين الكومبا ما هبطوش من الكوبتير كما هو ما هبطوش بالكوبتير انسان ما يعرفش حتى يتكلم، ما يعرفش يتكلم، يحب يتكلم بالفرنسيه هو ما يعرفلهاش. قال لهم انتو هذو الارهابيين هذو ينزلوا بالكوبتير ولا، شوف هذيك الهضره هذيك. شوفوا يا ناس انا نقول لكم حاجه، شوفوا انا ديمقراطي
باش يكونوا في علمكم. وعندي حتى صحابي بلا كيلو معي كاين هضر كيما هكا، بصح انا راني ما شوفوا انا راني شاوي وراسي خشين باش نتفاهموا مليح. انا ديمقراطي، انايا علماني، بصح واحد يقيس قوات الامن نولي ما نضويش باش نتفاهموا مليح، نولي ما نضويش خلاص خلاص. لي كيف اسمهم لي فورس سيكوريتي ان شاء الله يكونوا طالعين بي الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الشرطه، كيف اسمهم الاخرين هذو لي غارد كومينو ولا اي سلك امني، هذا باش يكون في علمكم خط احمر. الله يسهل عليك، اهضر على الرئيس، اهضر على هذا كيف اسمه البريمير مينيستر، اهضر على الناس الكل، هضر عليهم الله يسهل عليك، اهضر عليهم دبر راسكم معاهم، هما انتم انتخبتوا عليهم ولا ما انتخبتوش الله يسهل، تكلم عليهم بصح باش تتكلم على سيادك اللي يتكلم يخلصها، باش نتفاهموا مليح، اللي يتكلم يخلصها ثاني ما يخلصها بقوة القانون، باش نتفاهموا مليح، قطاش ما نظلموش الناس، مي اللي دارها بيديه يخلصها بسنيه، اللي دارها بيديه يخلصها بسنيه. كاين بعض من الناس اللي راهم يتهموا في قوات الامن ولا في جنرالات، اذا فيكم ريحه الرجال الرجوليه جيبوا اتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قلت انت هذا باللي راهو باكي تاع دخان، هيا خويا جبدوا وحلوا، قال اخويا ترى شوفوا باكي تاع دخان ولا لا، فوالا اي ها هاي هو باكي تاع دخان تفضل فوالا. دونك بصح باش تجي تبلاقي انت حوزوك من الارمي ولا عندك مشكل مع على باليش ما وتحب تفرغ كيف اسمه الدمار نتاعك في الجهاز الامني، والله وين تكون في الماريكان والله يجي نهار اللي تخلص، والله نتخلصوا واحد بواحد. انا نقولها لكم من درك، خطره قوات الامن اذا كاش ما كان واحد اللي نظيف باش نتهبوا مليح في هذا البلاد هذه هما قوات الامن. دروك اذا كاين واحد زوز ثلاثه عشره اللي وحدهم وحدهم راحوا داروا حوايج من غير كيف اسمه اللي القانون يعاقب عليهم، هذه بينهم بين العداله، احنا ما ندخلوش فيهم. علاش نقول لكم كيما هكذا؟ دروك نتفاهموا مليح، دروك نتفاهموا مليح. دروك ايماجينو واحد في الارمي ولا واحد في لابوليس ولا واحد في الجندرمري راح دار حاجه غير قانونيه، اسكو الجهاز هو اللي يتمسخ؟ اسمحوا لي، لا لا، الجهاز معاه ما يتمسخ، خاطرش هذا السيد هذا اللي دار الشيء هذا يتحمل مسؤوليته. ونجي نعطيكم مثال، انا صحفي عطوني لاكارت دو بريس، عندي موجوده لاكارت دو بريس عندي، عطوني الواش باش نخدم خدمتي كصحفي نروح انايا ندير حاجه نساوم واحد ولا نروح ندير حاجه اللي غير قانونيه؟ يا هل ترى لو كور دو لا بريس لا كوربوراسيون هي اللي تقاس؟ اسمحوا لي ماشي هي تقاس، كل شات تتعلق من رجلها يقولوا الشاويه. غير اليوم واحد حبيبي واحد انسان معايا في كيف اسمه في الاخر لا بيبليي واحد البلاكار تاع واحد السيد اللي كيف كيف يتهم يسوتيان التيروريزم. هذا السيد هذا حتى هو كيجيبوه باش نتفاهموا مليح، اي واحد يتحمل يروح يهضر على سيادو ولا يولي يدير لابولوجي للتيروريزم راهو يجيبوه ان شاء الله. يكون وين يكون؟ والله يكون في الميريكان، غير يجي النهار اللي يتحكموا ويجيبوه باش نتفاهموا مليح. خطرا علاش اليوم انا كي نحب نهضر على واحد وما يكون عندي البرهان يا خويا تهضر، كنت ما قلت لكم هذا التليفون هاو تليفون يا خويا طيب هاي سيدي نجمو نديرو باكزومبل على باليش انا ندير هاي بس نشوفو نجربها ها التليفون سيدي تسمعو كيف هي صوني ها هاي سيدي نديرو نيميرو في الزهر هكذا راكم تشوفو ها هاو التليفون سيدي ها دوك تسمعو كيف هي صوني هاي سيدي ها ها سيدي ها هاو التليفون ها دوك صوني ها 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 السيد عيطلو اوكيبي مي هاو التليفون. بصح باش تجي نتايا تهضر هكاك تهضر من الزهر، احنا اللي يقيس الجيش الوطني الشعبي ولا يقيس قوات الامنيه الاسلاك الامنيه كاملين هاد الناس هادو نعرفوهم، او راهم ارهابيين باش نتفاهموا مليح، او راهم ارهابيين خاوتهم ارهابيين بويانهم ارهابيين، وعلى هذا لازمهم يخلصوا. هذا ما كان خطراش ما كانش واحد نظيف
يجي يتكلم على انسان نظيف. لازم الانسان اللي ديغولاس سمحوا لي هو اللي يجي يحب يوسخ سيادو. هذه نعطيها لكم من الاخر خلاص. العالم كامل على بالهم باللي الناس اللي كانت تذبح وكانت تقتل في التسعينات هما الاسلاميين الذباحين، واللي يقول عكس ذلك راه هو اللي كان يقتل في الناس ويذبح في الناس. كان واحد السيد بلا ما نذكر اسمه، ما نعرفوش صراحه، حوزوه من لارمي يروح يخرج للخارج، وكي يروح للخارج يحب يدي لو ستاتيو نتاع لازيل بوليتيك. واش قال لهم؟ قال لهم انا راني كنت ضابط هي، واش صرا؟ حنا اللي كنا نقتلو في الناس في الجبل. ابون يعطيك الصحه يا سيدي، عاد جيت هنا دينونسي، جيت هنا لفرنسا باش دينونسي الناس هادو اللي رايحين يقتلو اخويا، اروح اروح لهنا. جابوه حطوه قدام الماشينه وبداو اخويا قلنا كيفاش. قال لهم كنا نروحوا في الكمين اهي وندخلوا على قريه من القريات ونذبحوا الناس ونقتلوا الناس. سي غراف، قال له سي غراف. طاح هو يعني هو يحسب، هو مسكين كيعاد، هو انسان جاهل، يحسب الناس اللي يهضر معاهم هادو حتى هما جاهلين كيما هو. يتكلم واحد قال له يا سيدي مالا انت راح نحاكموك انت يا خطاش انت قتلت العبريه. قال لهم كيفاش انا قتلت العبريه؟ قال لهم هي، قالوا هاك تقول كنا في نروحوا في الكمين. سيدي انت معاهم، انت ثاني انت قتلت معاهم، دونك انت لازم نحاكموك لهنايا. واش ولا يقول لهم؟ لا لا ما فهمتونيش. ها كيفاش ما فهمناكش؟ فهمنا سي فهم، فهمنا كيفاش كنتو تقتلوا في الناس. قالوا انا كنا، انا يهضر على روحو هو، نروحوا في الكماين ايه نوصلوهم العسكر باك نوصلوهم، وحنا نستناوهم كي يكملوا العمليه نتاعهم يجيو. قالوا قداش تقعدوا قداش توصلوهم فيه؟ قالوا واحد 15 كيلومتر، قلنا لهم يروحوا وحنا نستناوهم يجيو. شوفوا من هذيك الهضره هذه. قالوا بون، قالوا انت من 15 كيلومتر تشوف العسكر نتاعي اللي توصلهم كيفاش راهم يذبحوا وراهم يقتلوا، وانت قاعد تستنى فيهم حتى يجيو توصلهم للكازارنات. قالوا انت ضابط زعما. قالوا له شوف، عندك شهر في يدك باش تغادر التراب الفرنسي ولا نسلموك للجزائر. هرب كي الفار، هرب كي الفار. علاش هرب كي الفار؟ باسكو انسان ما يحشمش، انسان كذاب، واستغلوه بعض الناس اللي تكره الجزائر وداروا له ليفر وجا يحل في فمه. بصح يجي النهار اللي يديروا له ليمينوت في يديه ويجيبوه ويروح للعداله، والوقت هذاك يولي يبكي ويولي يقول لهم راهم غلطوني، وراني درت كي واحد الوقت كيما واحد الجماعه ام غير باش يعطيوني لازيل بوليتيك برك، وانا ما نعرف واش وما نعرف واش. يا ناس عيب عليكم، حرام عليكم، ما تحشموش. انت صرات لك مشكل مع واحد في الجيش ولا في الشرطه، روح تبعو هو. واش داك للجهاز؟ واش داك للدوله؟ حاوزوك روح اخويا شكي، هاو عندك العداله، روح منا روح منا. ولا يا خويا كيما قال واحد، حتى واذا خرجت ما خسرتش. الناس كنت تخرج، لا من الناس اللي ايزون ديميسيوني، الناس ايزون ديميسيوني، ناس كانوا حاكمين. نزار وما ادراك من جنرال نزار اللي كان وزير الدفاع وقال لهم هاي ليكم خرج. حوزوك اخويا روح تروح، اذا شفت بلي راك مظلوم روح للعداله، واذا تقول ما كانش عداله يا خويا غادر البلاد. روح اخويا كيما قال واحد روح، مادام ما تستعرفش بالبلاد بلا جوستيس نتاع بلادك، ايبا روح تعيش وين الله يسهل عليك وخلاص. مي ما تجيش تحل فمك، باسكو كي تحل فمك ايبا انت ظلمت الناس، ويجي النهار اللي لازمك تخلص. كيما هذا السيد هذا اللي حل فمه وجا يحسب كي عاد. ها واش قالو؟ والله لو كان جيت منكم سي واش يقولوا هذا يهضر على الرئيس يا سي تبون، والله غير نتيري عليهم. والله من يتيري؟ يتيري على الناس اللي كانت تعس على تبون، يتيري على الناس اللي كانت تعس على الدوله. انت كراقد في 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 الفراش نتاعك، اسمحوا لي نقول لك كما ما نعرفش نقول لك والناس راهي مساكن في الجبال، راهي تلحق في الناس باش ما يجيوش كيما قال واحد المدينه بصح انت كنت معاهم ما يديروا لك والو. واش نعرفوا احنا الناس هذو؟ الناس يتحل في فمها كيما انت، كيما السيد اللي نحكي عليه، كان هما اللي عينين نتاع الارهابيين،
هما اللي يبيعوا في لابوليس وفي لاجوندرامري، وحتى كي يخرج الجيش يحبوا باش يروح كانش يروحوا منا ولا منا يعيطوا لصحابهم ويقول لهم هاو الجيش راح يحكم تالبيست وتالبيست باش ساعة كي يرجعوا يديروا لهم بيسكاد. ها تحسوا احنا ما بلاش ولا نعرفوا مليح مليح بصحي جاي الوقت ان شاء الله وين تخلصوا كيما راكم، وين تخلصوا كيما راكم. احنا صح هذه نقولها ونعاودها، احنا ماهوش عاجبنا الحال في الناس اللي راهي تسير في البلاد، ماهوش عاجبنا الحال نقولوها ونعاودوها. انا التسير تاع البلاد دروكا بار هاد الناس هادو ما عجبناش، بصح هذا ما يعنيش اننا نروحو نقيسو الركزة تاع البلاد اللي البلاد راهي كيما قال واحد متركزة عليها. نروحو هنا نحبو خاطرش علاش هما يطاكيو الجيش؟ باسكو على بالهم بلي الجيش الوطني الشعبي هو اللي حاكم البلاد، وكان يتقاس تروح البلاد. دونك هما يحبوا يطاكيو بالعاني الجيش الوطني الشعبي، ولا يحبوا يطاكيو الامنيين خاطرش هذيك هي الركزه اللي باقيه. ما نجموش هما يطاكيو كي يقول لك انا نحي تبون، ومن بعد يتنحي تبون يجي تبون واحد اخر. كي تنحي لي سيرفي سيكوريتي شكون يجي؟ لو كان في سيرفي سيكوريتي اليوم الجزائري راحت. لو كان ماهيوش الامنيين باش يكون في علمكم يا ناس لازمكم تفهموا حاجه، انا نقول لكم افهموا حاجه، حتى الناس هذو اصحاب الحي هذو افهموا حاجه مليحه. والله 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 تروا فوا يا لو كان ماهوش لي سيرفيس سيكوريتي بالحرام لا تبات ليله وحده في دارك ترونكيل. والله لا تبات تبات ليله وحده في دارك ترونكيل نقولوها. انا نهضر معاك واعوذ بالله من كلمه انا، لو كان يقولوا لي خير ما بين الامن ولا خير ما بين الصحافه، نهز هذه لاكارت هذه تاعي نطيشها ونخير الامن. خطرش بلا شي امن ما تكونش صحافه، بلا شي امن ما تكونش بلاد، بلا شي امن ما يكونش استقرار، بلا شي امن ما تكونش ايكونومي. باش يكون في علمكم في كل العالم الامن هو اللي حاكم كلش. يجي واحد مسخ كيما هذا ولا ناس مسخين يقولوا يهضروا على سيادهم، والله نخلصوها بقوه القانون. الظلم ما كانش، مي القانون يمشي عليهم. انا نروح بعيد خلاص، والله يا لو كان جيت انا في بلاصه كيف اسمه البوفوار هذا، واحد في الامريكان في الانجليز في فرنسا وين يكون يقيس الامنيين، ندير له ملف ونروح نبعث كيف اسمه البلاد هذيك الكونسولا ونحطوا واش يقولوا ضده شكوى بكل شيء اللي قالوا والشيء اللي كتبوا. بصح ما نظلموش الناس، الظلم ماهوش مليح، وكي نديروا ملف نديروه على كيما قال واحد نتاع الناس، خاطرش الدولة لازم تكون كيما تكون كوريكت كيما يقول واحد. ما نظلموا حتى واحد، ماهوش انا ما نفهمش انا واحد قال يا واحد انت راك ارهابي وهذه كامله. احنا من احنا من من انا قلت لكم الخطره اللي فاتت ونزيدوا نعاودوها، هذو جماعه الماك ماهمش ارهابيين. علاش؟ جامي قتلوا واحد، جامي ضربوا واحد، جامي داروا. خرجوا قال لك اخويا احنا نحبوا نديروا وحدنا دولة واحد ما يا خويا. علاش؟ باسكو نحيتو لنا الثقافة نتاعنا، نحيتو لنا حوايج اللي نحي منا الناس هذو. حنا اون بارطاج با لاديولوجي، حنا علاش انا واحد من الناس نقول لهم لا، حتى الجماعة نتاعنا نتاع الشوية بعد الماك تاع الشوية بعد نقول لهم لا يا ناس، حنا ما نحبوش نخلطوا البلاد، هذو الشوية وحدهم وهذو القبائل وحدهم وهذو يخرجوا وحدهم. لا، انا ضد هذا الفكر هذا. الناس اللي داروا الفكر هذا نحترم رايهم الله يسهل عليهم، بصح مانيش معاهم. مي باش نروح نتهمهم بالارهاب هذه واحد اللي يسمع لك، باش نروحو حنا نتهمو واحد اللي ما يتفهمش معايا نروحو نقولو انت ارهابي؟ لا، الارهابي هو اللي يقتل، الكريمينال هذاك هو الارهابي، هذاك اللي يقتل يذبح هذاك هو الكريمينال. مي انسان ما نتهمش انا وياه، ما نتهمش انا وياه بوليتيكمون، ما نتهمش انا وياه يقول واش يحب، هو ليبر، لا ليبرتي ديكسبريسيون محفوظه، يتكلم على روحو، يقول على روحو. كان اللي يقول يا خويا لو كان نلقاو حنا نرجعوا باكزومبل نديروا الجزائر فيدراليه، الفيدراليه تاع القبائل، الفيدراليه تاع الشعويه، نحكموا نقولوا انت ارهابي روح نحوك في الحبس. ما تسمعش يا خويا، قلت قول على روحك. مي كيما يقول واحد الناس اللي الاكثريه اكثر منك، لو كان جات الاكثريه كيما انت يقولوا كيما انت وي نديروا لا دي فيدراسيون بوركوا با. هذا هذه شي بروبوزيسيون، انسان يبروبوزي يبروبوز، صار انسان يبروبوزي يسمى يولي ارهابي. هذه ما نظلموش الناس، بالانسان اللي يطاول على القوات الامنيه ولا على الدوله. انا نقول لكم الحق، لو كان جيت في بلاصه البوفوار والله نكون في الامريكان، والله ندير له ملف ونروح. باسكو في الاوكسيدون كاين العداله، كاين العداله، ويروح للعداله ويعيطوا له ويقولوا خويا ها هاك واش قلت، هاك واش قلت، واش قلت
دوكا اثبت باللي انت هذا الشيء هذا اللي تقولو راه صحيح. اعطينا بصح باش تبلاقي وضل تهضر وقال بنطلحها بنطلحها الناس اللي قتلوا الناس في البنطلحه الارهابيين، ولاد الارهابيين هما اللي قتلوا في البنطلحه، ما كانش واحد قتل من الجيش ولا من العسكر ولا من البوليس قتل انسان شعبي، عمرها ما صارت. حتى اذا كانوا ديكا سي سون ديكا ايزولي وكانت ناس حتى يخدموا في الامن، وواحد الوقت داروا مشاكل وحاوزوهم الامن وكيما قال واحد وخيرهم في الخارج خير منا. علاش؟ باسكو تعداو على القانون تاع الجمهوريه وتعداو على القانون تاع الدوله. هذه افراد كيما قلت لكم دوكا نمد لكم بنفسي انا صحافي، وقداه كان صحافي في الجزائر الاف الصحفيين. ما لنا غدوه لو كان نروح انايا نساوم واحد ولا ندير حاجه اللي ماهيش قانونيه، ما تتكيو الصحفيين كل ما الصحفيين كل يوليو ماهمش ملاح يوليو كلهم مسخين. انا على الشيطان شويه، انا على الشيطان. حنا نقولوا الشويه كل شات تعلق من رجلها، كل واحد دار حاجه يخلص يخلص يا خويا، يكون امني يكون واش يكون يخلص. ما كانش هم كانوا امنيين هم في الحبس، دار حاجه خويا روح العداله اثبت بلي انت ما درتش الشيء هذا. كيما هاد السيد هذا تاع اللي دوكا الدواء، هاد السيد هذا كاميرات كيما قال واحد في في في, في الفيسبوك ويقول كي يكون تقتلوا في الشعب باسم لابسين توني دي كومبا. يا اخي مسخ يا اخي، توني دي كومبا هذيك تاع سيادك، هذيك تاع سيادك ونتاع سياد سيادك ونتاع سياد سيادك اللي منعوا الجزائر ما تولاتش افغانستان، ومازالوا اليوم الغدوه ان شاء الله يبقوا واقفين وتبقى البلاد واقفه وما تطيحش البلاد. خلاص خلاص فوالا، هذا واش كنت نقول لكم. سمحوا لي اذا هضرت شويه بالغش باسكو انا نقول لكم الحق. شوف هذا واش بغيت، ما تقيسش قوه الامن، تقيس الامن انا نولي ما نضويش. سبوع على خير، ادام ان شاء الله.